مثلا احنا سمعنا العربية بتاع اللي محملة الرز ديت نازلة مشغلة السرينة بطريقة تلفت النظر، جرينا أنا والرجالة اللي شغالة معايا، بصينا لقينا الوضع اللي حضرتك شفته ده. العربية التريلا دي مفيش فرامل، العربية اللي محملة الرز مفيهاش فرامل، مشغل السرينة ونازل على أقصى سرعة. العربيات دي لما الفرامل بتاعتها بتفصل بتقطع هوا بتسرع أكتر، حتى لو مش دايز جاز أو بنزين. تمام. خبط قدامه عربية دبابة، عربية أكتر شغلية، وعربية جنبه في اليمين اللي هي سوزوكي الفان، دول اللي هم كانوا البداية. كل اللي قدامه ده بقى كأنه أنبوبة بتضرب. جرينا اللي عرفنا نطلعه طلعناه، طلعنا اتنين اللي احنا طلعناهم بايدينا، واحد اللي ما راحتش الامتحان بنت موجوده، والحضرتك في بنت موجوده، وفي واحد اللي هو استغاث بينا دوت، جينا نطلعه العربيه ضربت سيبناه وطلعنا جوه، والباقي الجثث متفحمه. محمد ربيع، وانا كنت بوصل اختي الامتحان الصبح الساعه 9 9 ونص الصبح، 9 ونص 5 بس، فكانت النازله بتاعت الدائري بتاعت اثر النبي دي واقفه، فبعد كده في عربيه تريلا كانت جايه، بس سمعت الصوت في المرايه، لقيت عربيه تريلا بتشيل في العربيات اللي مكملها، لحد ما خبطت فيا العربيه عندي، وقفت كده على سيفها يعني كده وقفت وبس، فبدات تولع، لقيت العربيه اللي تحتي بتولع وبدات تولع، فكان معايا اختي بدات تطلعها من الشباك، وبعد كده الحمد لله الناس طلعوني، يعني الراجل اللي هنا بتاع القهوه ده ربنا يكرمه طلعني هو والناس اللي كانت معاه وانا واختي بس، العربيات ابتدت تولع ورا بعض وتتفجر بقى، وبس عربيتي اول ما طفي جت هي اللي بس رجعت بسرعه، الباقيين جم بطيء قوي، والاسعاف جه برده كويس، بس الشرطه اول حد جه طبعا، بس حوالي 8 9 لا 9 8 غير التريلا 9 ممكن تروح العربيه يا عم. الو يا مطافي، المطافي حضرتك بينها وبينها ربع كيلو، حضرتك الاسم المحروق كلكم عارفين، واسمك القديم ورا بس ربع ساعه، لا لا ساعه بالظبط، كنا كان النار كانت اللي كلته وراح اللي راح.